إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه وعلى آله. قيل ففي أول ليلة من شهر ربيع الأول حصل لأمه آمنة السرور والهنا. صلى الله عليه. وفي الليلة الثانية بشرت بليل المنى. صلى الله عليه. وفي الليلة الثالثة سمعت تسبيح الملائكة معلنا. صلى الله عليه. وفي الليلة الرابعة بدا سعدها والهنا. صلى الله عليه. وفي الليلة الخامسة زال عنها النصب والعناء. صلى الله عليه. وفي الليلة السادسة دام لها السرور ولا قطر ولا ولا. صلى الله عليه. وفي الليلة السابعة رأت في منامها الخليل فقال لها ابشري بهذا النبي الجليل صاحب النور والسنا. صلى الله عليه. وفي الليلة الثامنة طافت الملائكة ببيت آمنة لما قرب وضعها ودنا. وفي الليلة التاسعة أشرق نور المصطفى وعم ذلك الفناء. وفي الليلة العاشرة ترنمت الأطيار فرحا بمولد المختار صاحب الأسماء الحسنى والكنى. صلى الله عليه. وفي الليلة الحادي عشر سبحت الملائكة لخالقها بالحمد والثناء. فلما كانت ليلة الولادة لمن له في الدارين العز والنصر والسعادة نصب علم بالمشرق وعلم بالمغرب وعلم على ظهر الكعبة وحل بإبليس اللعين كل ويل وكربة وخرت الأصنام منكسة على رؤوسها وأيقن شياطينها بخزيها وبؤسها وخمدت نار فارس وكان لها ألف سنة لا تخمد وانشق إيوان كسرى من هيبة مولد أحمد. صلى الله عليه. وغابت بحيرة ساوة وانقطع وادي سماوة ودنت من بيت آمنة النجوم واطلع على ضعفها الحي القيوم وسطع نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. قيل ونادى لسان الحال يا جبل أبي قبيس هذا صاحب المسرة والكيس يا جبل حراء هذا مولد خير الورى يا جبل ثبير هذا مولد البشير النذير يا جبل عرفات هذا المنجي من الهلكات يا مسجد الخيف قد وافاك أكرم ضيف يا أهل منى حصل لكم السرور والهنا يا مروة والصفا هذا النبي المصطفى يا قبة زمزم هذا هو النبي الأعظم. صلى الله عليه. افتخري يا سماوات بصاحب الآيات والمعجزات افتخري يا أرضين بسيد الأولين والآخرين. صلى الله عليه. قيل فلما اشتد بآمنة الطلق ولم يعلم بها أحد من الخلق بسطت أكف شكواها إلى من يعلم سرها ونجواها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. وقالت ليت عندي أحد من بنات عبدي مناف قالت آمنة فما أتممت الكلام حتى امتلأ البيت علي نسوة طوالا حسانا سود الشعر حمر الخدود وهن يفدينني ويقولن لي لا بأس عليك نحن الحور العين الله أرسلنا إليك لنتبرك بهذا المولود الذي تلدينه في هذه الليلة. صلى الله عليه وسلم. قالت آمنة فبينما أنا كذلك إذ دخل علي طائر عظيم فصار شابا أغيد وفي يده قدحا مملوءا شرابا أبيض من اللبن
وأحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك. فناولني إياه وقال اشربي، فشربت ثم قال ارتوي، فرويت ثم قال ازدادي، فازدلت ثم أخرج يده المباركة ومرها على ظهري وقال بسم الله اظهر يا نبي الله. فوضعت محمدا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.